حسيت ببهجة كده. طبعا هنيدي يعني يا جماعة منة شلبي بنت الشريف عرفة يعني احنا نيجي جنبهم فين؟ جاي اتعلم طبعا. كان نفسك تبقى في الفيلم ده؟ اكيد يعني اكيد ده مش سؤال. انت مشاركة الفترة دي في مسلسل حبيب مقبل مش كده؟ اه. خلصت فيه ولا لسه؟ لسه ما خلصناش هو عشان 60 حلقة طول شوية بس خلاص يعني على وشك الانتهاء منه. وفي بصور الا انا برضو اول حدوته مع سهر الصايغ و بنصور حاليا عن تصوير كمان شويه دي هتبقى اول حدوته من حواديت الا انا الجزء الثاني اخراج استاذ احمد يوسفي وتاليف استاذ امين جمال وكتابه استاذ امين جمال وبرضو بصور حدوته زي القمر. سمعنا ان هو كان ان عندها مشاكل وانت جنبها. لا ما اقدرش اقول الكلام ده خالص. انا ما اقدرش اقول الكلام ده ما اعرفوش. انا طالعه بنت خالد سهر وطالعين اصحاب جدا يعني. الا حاجه مخملي بعمل مهره هي روايه اصلا تاليف استاذه اميمه عز الدين. هي روايه كلها بتبقى بتتكلم عن حرير المحملي معظمها عن البنت دي اللي هي مهرة بنت حبشية مش عايزة احرق برضو يعني طبعا انت محرقة الاحداث فيه. اه الحمد لله. يعني الفيلم ده في فترة الستينات او 70 هو في حقبة زمنية عندك ايه سنين من الثمانينات والفينات. وفي حدوتة زي القمر درة برضو اخراج استاذ شيرين عادل دي 5 حلقات بدأناها هيتعرض خلال الايام الجاية وتاليف استاذ احمد فرغلي وايه تاني؟ هو الا انا برضه انت قصه ثانيه معاك فيلم الهارون وفيلم اخر نيزك ده بيتكلم عن الروبوتس ده احنا مستنيين بس خلاص جرافيك ويتعرض ان شاء الله. مع مين؟ معايا حمزه العيلي ومحمد عز ومعانا ممثلين مش مصريين واحمد عبد الله محمود ومعانا منى فضالي ضيفه الشرف بس احمد وفي ومنذر ريحنا وعز برضو و يعني هو انا طلع اخت محمد عز ومرات احمد وفي بس مش هينفع احرق بقى فيلم وكده. انا من قال هارون انا هارون نفسه انا وفاتي وجه دايما المستقبل. شكرا جدا ثاني ناخد صوره مع بعض بقى. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.